جهه اليسرى اللي مرمى الحارس يحيى الازهري. اكيد امامنا عبد الاله حافظي الذي استعاد. هذه محاوله هدف خطا ديال الحارس يحيى الازهري، ومحمد عوال ينضم للهدافين وينضم لموقع اهداف فريق الرجاء في هذه المواجهه. محمد عوال اللاعب الغاني اذا كيتمكن من تسجيل الهدف الرابع لفائده فريق الرجاء. اعتقد انه حتى ارضيه الملعب، لانه اكيد الامطار كذلك خلات بانه الكره يعني لاحظوا بهذه الطريقه تمر يعني من بين رجلين ديال يحيى الازهري، وبالتالي هدف رابع هذه المره بجنسيه غانيه بعد النيجيري باباتون اللي سجل الهدف الثالث. محمد عوال سجل الهدف الرابع، ولاحظوا رده فعل ديال يحيى الازهري. اعتقد انه اخطا يعني بهذا الشكل، فاكيد هي وارده على مستوى كره القدم. هناك اخطاء ديال المدافعين، هناك اخطاء اكيد ديال الحراس، غير لما يخطئ المهاجم فاكيد ما كتظهرش بشكل يعني الواضح، ولكن لما كيخطا الحارس او المدافع فيمكن كتكون يعني اخطاء مكلفه، وهي بالتالي يعني فرصه ويعني توجه لها اكيد سهام ديال الانتقاد. على اي 4-0 للرجاء.